يلا شوك حبيبتي لا يبرد الاكل. ما حطلتش فضه. ليش هالكلافه؟ انت مسويه اكل حق 100 شخص. اي كلافه، كله من خيركم حبيبتي. بعدين لا تنسين ان هذا ثمن الخمس سنين اللي انا عشتهم بهالبيت كاني بسجن. تفضلي حبيبتي. انا عن نفسي مسامحتها على كل اللي سواه فيني. الله يسامحه ويغفر له ان شاء الله. يعني عمتي احنا نتغدى ولا تقلبي المواجع؟ خلينا ناكل. لا 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 اكلوا، عليكم بالف عافيه. بعدين لا تحاتون، ازمه وتعدي. بسم الله. توكي لي هالمرق عليك. تبي تزوج اختك من وراي الكلب؟ شوق ما راح تتزوج بضاري الا على جثت. حده حده، وخر ايدك حده. روح روح داخل المرسم. روح استاذه. روح المرسم اسمعني. روح روح فيصل انا اوريك. كم تبي؟ لا تتدخلين في شيء ما يخصك. كم تبي ونخلص موضوع فيصل؟ مجنون انت؟ تبي 3000 زين؟ أنا محتارة محتارة، ما أدري شو أسوي. مشاكله كتير وغيابته كمان أكتر، وانتي عارفة صدقيني مش هيفيدك في أي حاجة. لازم أبعد عن المشاكل والناس اللي تجيب للمشاكل. أنا بروح مشوار بعدين أقولك. من انتي؟ انا وجد. من وجد؟ ايش تسوين هني؟ انا وجد مرت ابوك. ها فيصل، في شيء؟ هذه وجد بنت عمك حمد. يبا تتزوجت؟ شوف فيصل، أنا ما بتدخل بحياتك، ودي إنك ما تتدخل بحياتي. موضوع أختك شوق انساه، إلا إذا تبي تنصحها ترجع البيت، لأن عرسها قريب وعمتها الغبية ما راح تنفعها ولا تفيدها بشيء. ما قلت لي مبروك.